تحية طيبة لكل مشاهدي قناة حنا بعل، موعد جديد من برنامج دون استئذان كما عودتكم كاميرا قناة حنا بعل. وبرنامج دون استئذان حاولوا نقلوا شوية العائلات التونسية، شاركوهم مائدة الإفطار باللي كتب من ربي، ونحاولوا نحكيوا في أكثر مشاكلهم وشنو احتياجاتهم. دونك نبداو رحلة البحث في ولاية أريانا، نشوفوا شنو العائلة اليوم اللي في شقوا معها الفطر. يلا معي. عسلامة. مرحبا. فريق دون استئذان قناة حنا بعل، مرحبا بك. نشقوا بحداكم الفطر اليوم. مرحبا مرحبا، تفضل. يعطيك الصحة. هاي ملا ندخل مع بعضنا وقايد على أذان المغرب. عرفني توا، عرفني شكون. مازال فتحي روستي. هاي نتشرف. عايش دونك العائلة كل مع بعضكم انتوما لهنا تسكنوا، راجلك موجود. شنو حضرتونا اليوم في شربة؟ شربة ايه، هذه شربة يضل شعير. خلينا باش معمول بالدجاج. بالدجاج عندنا كفتاجي، عندنا سلطة خضراء، عندنا سلطة مشوية بريك، عندنا كمونية. شكون امك سنافة؟ أكثر واحدة سنة مع بعضنا مع حاجة. كاو جاي يظلي ثم شكون؟ هذا المسيو. هاي على السلامة. هذا وزير أسامة. مع السلامة، مرحبا. هذه ولدك على السلامة. بوستة. أوه كالفم كالفم. يعطي الصحة. كنت سألت قلت لها معناتها عرفنا على العائلة، دونك قلت لها راجلك فيه، قالت لي راهو يخليني ويجيك مع الأداء يا رسول الله. ولوي ما نجمش نعمل مشاكل مثلا. كيف أي مثلا مشاكل من ناحية شو؟ ما نعرفش أنا، ما نعملش نعوج حاجة سخانة. نهار طويل عليك، تحسوا نهار طويل عليك. دونك تخرج شرط روحك، تخرج فك الشموسه ما تقعدش ليله. لا لا شويه بعد الجامعه، مش بعد الكبار. ولدك قد عمره ليلى؟ ثلاث سنين. يا ربي يفضله لك. كنت نحكي انا وياه، قلت لها اسكو معناتها سافا ظروف بحكم معناتها كونها قاعده في الدار وتبارك الله معناتها عائله كوميم. دونك خواتك هكا ولا عندك زوز خواتك بنات هكا؟ زوز بنات وولاد. وعندي خويا كبير. دونك خوك الكبير، دونك هذوما كلكم تسكنوا مع فرد فرد. الوالده الوالده الله يرحمها توفى. الله يرحمها. دونك بارك فيك الله يرحمها. والوالد موجود في البلاد؟ ان شاء الله. قاعد وحده في البلاد. ويجي يقعد وحده في البلاد؟ يمشي له طول الوليمة الشهر كل مرة يروح له واحد نهارين ثلاثة. واش يا عسلامة، مرحبا مرحبا. اسمع كل يوم وجه جديد يجيني في الدار. دونك فتحية عن ليلى مولدي اللي هو راجل ليلى بربي تذكري مليح شويه، وفتحية اخت مولدي حنان اخت ليلى، وحنان اخت ليلى. حنسلم عليها. مرحبا. جيت قلت هكاك الكاميرا تدور وفي الكوزينة تقول شكون هذوما؟ مرحبا بك. تتفرجوا فيه صعب برنامج جوز تتفرجوا فيه. وكنتوش مثلا هكا نهار تتوقعوا كونوا مثلا ولا يحطوا خلوا مصابة تجي بحذين وكل شيء. يا اخي هكا ربي سبحانه. قسم ولا كتب كل واحد وشنو كتب له ربي. انت عزيزتي توا جيت عاد الفطور تحط ودقيدة وزيت بالجلد بعد بالصفحة. ماشي انا ما اعرف شنو بحذين الفطر. ان شاء الله. أسامة كلمي ثلاث سنين صحاب. حشين. وشو عملك في الدار؟ راهو لا عملنا جو في الدار بيه ونخدم في الظلام. يا ربي يفضله لك. تخدم مولدي؟ شنو تخدم؟ بني بالوافقة ولا بني كل نهار وقسمه؟ كل نهار وقسمه ما يمشي ساعات بالوافقة كل مرة كبيرة. دونك تنجم نهار تخدم كما تنجم نهار ما 10 مرات. كيفاش ترى مثلا تو الظروف نتاع شفتوا الخدمه نتاعكم معناتها تعبه كمان؟ تعب. ايوا العشرة تاع الصباح ولا سي وتخدم تخدم مثلا عندك عارف معناتها؟ لا عندي حبيب كل مره عندي واحد.
وكيفاش تراها معناتها تو لحد الان معناتها الخدمه هذه مكفيتك معناتها سافا؟ لا بكل صراحه. ها؟ بكل صراحه ماهيش مكفيه. معناتها يجيوك بيريود غير تشتي سخون صوت تشتي يجيك بيريود ما تجيش بيريود غير بشهرين ما تخدمش 15 يوم شهر شهر تخدم 10 ايام. ما حاولتش مثلا هكا تشوف مثلا تبع شركة؟ والله حاولت تو حبيت ندبرت عطار حبيت نكري نفس الحكايه غير برشا فلوس. هذه حنين اللي مقبله نحن نحكيو عليها بربي ذكرني في سبيسياليتي شنو هو جستيون دو سيستيم. هذه اخت المولدي اخت المولدي وكما قلنا معناتها قضيت لك ملي تخرجت عندي عام وقدمت في المطار لقيت خدمه فماش قدمت دقيت لي زين عملت لي سيجي حبيت لي حسيت في كل مقعه فماش وتو فور لامامون شنو الخدمة نتاعك اللي تخدم فيها؟ نخدم اوبيراتريس في ماركو برودكسيون نعمل دواء. وحنين وليلى غاصين في الكاسيدي وانا قلت لقمت ولا عاونت ولا حد شيء على ما وريت شيء وحنين زاد حنين اللي تابع حنين حق خاطر كانت تخدم ولا فوالا دونك حنين اليوم بايها باش اما خلاص شوفوا ربي صنيفها حنين زيد راهو عندك ما تقول فيها كنت الكافتيجي تفرج فك التصوير هاك العزيزه الغاليه تفرج دونك غادي ليك خاطر السطر فيها اللي تخمم بالسطر هاك شويه مش برشا هذا كيفاش قريت وكل ربي يقول لي كيفاه خاطر انا كل ما نعملها ما تجينيش هكا كان لي فهمت مشخشخة بالكبدة كيفاه؟ معناتها مقلي نورمال وبطاطا نورمال وعظم وطماطم معناتها كيفاش المقلي ونسطرها مادام هذا السكن العظام زاد مقلي ولا مش مصموط معناتها؟ لا مقلي كل شيء مقلي كل شيء مقلي والطعم كانه مقلي هكاك وتسطرها من بعد تاخذ السكن وتفرمها وتفوح تفوح تحط شنو في الفلاك تحط شويه ملح شويه زيت زيتونه وشويه ملح شويه فلفل كرويه عليكم بحاني فتاتي ولا شيء هاكا الطبيق الكل فلا الكل وفتحيه كيف كيف شوف فتحية الوديدات نتاع فتحية تعمل في البريك شبيك البريك تعمل ترولي فيه فك البريك فارش تو شوف الخطيب يقول يضر لي سعدي بها طب خديت وربح وهو ما يعرفش كالبريك كالتصنيف فارش كالتصنيف الهيل ضرب كالبريك الهيل دونك حنين الصنيفة الكبيرة صنف زيادة وفتحية التعاون هاكا في البريك دونك عندك حنين فيك هي تخدم شو قداش ما تيدايرولها في المعاون تخزر في المعاون جاتها باللطف وليلى هي اللي عليها العمدة الكل هي اللي قايمة بالرحلة الكل أنا قبيلة قلت له راجل قلت له يعطيك الصحة قايمة معناتها ظاهرة اللي أنت فهمت دونك هي اللي مستقبية بالرحلة الكل من النواحي الكل ليلى وقفت هذيك معناتها بلا شيء ما يصير شيء بيد الحديديه. احنا شايفه ليلى. ليلى الشيفه فوالا ليلى الشيفه. احنا المساعدين نتاعك. زعما وقيت انت قليل مازال بكري في بالي ولا انا قليل تو. مازال بكري. واربع. واربع هكا هاو. هكا هو ما يجي هكا هاو. لتعيش معكم أجواء المسابقات ومتعة الفوز فشاركوا وفوزوا مع جريدة حقائق في مسابقة شهر رمضان الكريم دفاتر ادخار تذاكر سفر ديزيل سيدي وصولات شراء والعديد من الجوائز القيمة موعدكم كل يوم جمعة مع حقائق حقائق تكشف كل الحقائق Oh.
ليش تعشى؟ ايه ليش؟ ليش أقول أنا تعشى؟ ليش تعشى؟ بس ماما. ماما. اجي تعشى. اجي تعشى عال. ترتي ترتي بس. تعبتي بس. أنت ما تتنيش كرسي. أهلا تبى. أنت كرسي خاطي حني. ماما مقعد. لو عطيني رأيك في الشربة بنينة ولا ليه؟ لا صح. يعطيك صح. بنينة شربة. يعطيك صح يعطيك صح. يعطيك صح. ايه بنينة شربة ولا ايه بنينة ولا ايه؟ بنينة برشا. بنينة برشا. بنينة برشا. وهذيك بس حنين. طيب حنين ولا شنو؟ اه. حنين قعدتي؟ قعدتي. تقعد حنين. وماما وين تقعد ماما؟ تقعد مغادي؟ اه. هكا هكا. ولوخي. انت زعما مش مامي استالوبا ولا ايه؟ ها؟ مش مامي استالوبا ولا ايه؟ وين؟ استالوبا صغيرة. وين؟ ها هي استالوبا. قولي ايه باش ناكل مامي استالوبا ولا ايه؟ ايه. وتمامي كلك باش مامي كل شيء؟ ايه. هكا خلي اعطيه مامي استالوبا ميسير. استالوبا. خليه مامي استالوبا. اما ليلى شكون عمل الشربة هاتك صحة فيها؟ استالوبا. استالوبا. كريتوشي حاج. مش مخلي حد شيء عاد انت عاد ما خليني تنقد هنا عليك انت شدين حكيم بالماء انا ما نعمل حد شيء شوفك الزهر يا رب الزهر اللي عامل هكا انا حبيت على اسامه بص ايش هو ايش توا ليلى باش تعمل تاي تاي احمر ولا تاي اخضر؟ تاي اخضر. تاي اخضر علاش تاي اخضر؟ خاطر خير يشرب ويشرب خاطر يقولوا جينيرالمون تاي الاخضر يقول لك يهضم معناتها فهمت دونك باهي ماهوش وتاي الاخضر هذايا ديما معناتها كل يوم يلزم المولدي المولدي نازل عليك بالتاي الاخضر. لا ديما انا مغرومة بالقهوة. اي اما هو يحب زاد كما سمعت كل يوم قال لك تاي باهي تاي الاخضر. حتى لهنا زاد بعيد تاي حتى لازم نسوي لنا هذا بيت واحد نكملوا تاي فهمت نخذوا واحده بعضنا شويه يعطيكم الصحه انت كثر خيرك ليلى. بعد ما شقينا افطار يعطيك الصحه ليلى والبنات الكل كما قلت فتحيه وحنان وحنان والمولدي اللي حللنا بيان سور باب الدار وقبل كونا باش نكونوا ضيوف عنده قالت لي تاي الاخضر معناتها هذاك يلزم معناتها هذا ليك انت اليوم هما قهوه هذاك ليك انت يا خي هاك باش تشرب قديش هذا الكل يلزم لك تكملوا باهي انا هاك نفرق لكم شويه باش ما تقولوش ها تفضل ليلى انت يعطيك الصحه خاطر انت قمت برحله كل اسامه تشرب انت ما تشربش وسيما سمح برشا ولا يتسمح برشا وعنده سجاده ما وريتها لكمش عنده سجاده صغيره يصلي اما قال لي يصلي هو وفكره نهار يقول له نهار جيب السجاده وسيما هاي هاي وسيما هاي يا تربيتي هاي يا هاي ولدي هاي علاش ما تعرفش حبار البيت ميساج ميساج معناتها يخليك بابا بربي يشوفوا ستال نتاع البحر محضر روحه باش يمشي للبحر هو وبو ما هزوش للبحر وبو ما هزوش للبحر ولا للبحر عيب عليه ماشي للبحر مش على النطور باش يمشي للبحر بعد شقا الفطر هاكم انتم ما تفهموا بحر بالموتور باش يمشي للبحر بالموتور هكا ها يعطيكم الصحة أنت حنان إن شاء الله ربي يجيبك في السويب قلت لي شنو السبيسياليتي نتاعك؟ جيستيون دو ريسورس هيمين وعندك عام تلوج على عندي عام عام ونص عام ونص كيف كيف حنان ما تخدمش تظلي حنان؟ لا ما تخدمش ما قاعدة تبدا. هي أما عندك مثلا تحب ما شفتي ما شفتي خدمة ولا أنت تحب مثلا؟ هي قاعدة تفركش في خدمة. باهي إن شاء الله ربي معك. ليلى أنت عليك الرحلة كلها في الدار بالخدمة ما نجمش نقول لك تخدم البر خاطر ديجا أنت تخدم الداخل دونك في الدار عندك مسؤولية نتاع برا نتاع طفل وراجل وكمان عيلة كاملة. دونك يعطيك الصحة. عايش. ربي يفضلهولك في الوليد. مولدي
شاء الله يا خي نعرف مودي راهو كما قال معناتها الخدمه نتاعو حساسه شويه بالني دونك نهار تخدم هكا نخدم 10 قاعد ويمشي هذيك هي الدنيا. شو مثلا تحب منعش انا شنو مثلا مساج تحب تحب توصله مثلا عندك شي حاجه في مخك تحب تعملها قلت لي عندك بروجي حبيت تعمله من الاساس حبيت نعمل مشروع مشيت حضرت اوراق شهيد وزيت خبيتها مشروع مشروع باش يدعموني يعطوني شويه لوح وباش معه وما ادري يبقى ديما مثلا البنك السكين قديمة معناتها المشكلة المشكلة مازال قال لك مازالت الميزانية ما فماش ما فماش باش يعاونونا شوية والمشروع نتاع العطار زاد هذاك كما حكينا فيه صعيب برشا و صعيب يحب برشا فلوس بس دونك صلاة ديما مرحومين صلاة ديما فرحانين دونك سمعتوا حس راهو حس نتاع أسامة دونك أسامة محضر الباليز نتاعو باش يمشي للبحر الله أعلم أنا وجهة باش يمشي لها يا أسامة إيجا عايش ولديش وسيم إذا قل باي باي في الكاميرا عايش قل باي باي في الكاميرا وسيمة نقولوا شنو باي باي دونك شاء الله ديما ملمومين شاء الله ديما فرحانين دونك فوالا خلطنا نحن إلى نهاية دون استئذان نتقابلوا إن شاء الله كي العادة على نفس القناة قناة حنا باقة التونسية موعد جديد آخر من دون استئذان إلى اللقاء